لن ننام مطمئنين يا عمر. ربما كان ذنب جيلنا أنه فتح عينه على بعض من ريح الحرية، بدءا بتجارب صحفية متميزة وجريئة مثل لجورنال وتلكيل ونيشان والجريدات الأخرى. كدنا نحسب معها بأن صفحة الماضي قد انطوت إلى غير رجعة، مرورا بالربيع العربي الذي أملنا معه أننا لم نخلف الموعد، الربيع ذاته الذي سرعان ما تكالبت فلول الأنظمة الاستبدادية لتنتزع أوراقه، ثم وصولا إلى هذه السنة التي رفرفت فيها أعلام الثورات والاحتجاجات مجددا في عدد من البلدان العربية وغير العربية، فيما رفرفت في وطننا أعلام الانتكاسات وتوالت الضربات بعد المحاكمات الصورية والأحكام الجائرة بامتياز. إنه النموذج التنموي يا أحبتي، بالفعل تنمية المقاربة الأمنية بغية إعطاء النموذج الذي يجب أن لا نحتدي به إذا ما أردنا أن نظل خارج الزنزانة. نعم، خارج الزنزانة وليس خارج السجن، لأننا اليوم جميعا في حالة سراح مؤقت. هذا هو نموذج إعادة التربية في حق كل من سولت له نفسه بأن يفكر أو يعبر، إلا إذا كانت أشكال التفكير والتعبير تنضوي تحت قاموس الشوفتيفية، حينها فقط نكون قد أدركنا خلاصة النموذج، ولا خوف علينا ولا هم يحزنون. ربما كان علينا أن نستعيد ونستعير منذ الطفولة، منذ أداء على التوالي في قنواتنا العمومية كلا من مسلسل المستبد، ثم سوف ندفع الثمن. فهي اليوم تبدو رسائل واضحة، لعلها لم نكن نملك الفطنة الأكشوانية الكافية لاستيعابها. لقد تحول الفرح إلى محض فاصلة بين جمل الحزن الطويلة على من يحملون هم البلاد ويحبون البلاد كما لا يحب البلاد أحد. وبدل أن نطالب بالحريات، صرنا كل شهر ننكب على المطالبة بتحرير واحدة أو واحد من أصدقائنا ورفاقنا. شابات وشباب جيلي مشردات ومشردون بين العواصم والسجون وبطون الأسماك، ليس لأنهم أعداء الوطن، بل لأنهم أعداؤه وأحشاؤه، التي إذا ما اشتكى منها واحد تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويبدو أن من يحكمون الوطن لا يحبونه، وأنهم عازمون على اقتلاع الأمل من جذوره. فبعدما أمنعوا في النزول بنا إلى أسفل الدرجات من حيث مؤشرات التعليم والصحة والحريات، تفرغوا لمحاكمة كل من يغردون خارج السرب، وأكادوا أجزم أنهم لو استطاعوا للاحقونا ونحن نيام ليصادروا أحلامنا أيضا، ولربما يجدون فيها ما يمس بالمقدس أو يزعزع الاستقرار أو يهون المؤسسات. فكيف لنا ونحن موقنون بأنك لا تنام مطمئنا، لأنك من زمرتنا، نحن الحالمات والحالمون، كيف لنا بعد اليوم أن ننام مطمئنين يا عمر؟ نص للكاتبة المغربية كريمة نادير. المشاهد قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.